نهار الخميس في الليل كنتفاجئوا مامي تقريبا علي غتصبح الجمعه مع الصباح مع 4:30 كنتفاجئوا بواحد اله جرافه كتجي حدا المنزل ديالنا كتشتغل هي بواحد المشروع المقاول مولا مقاول كيجي المساعد في الجرافه في حاله سكر مساعد حاله الجرافه كيقول المساعد هما اللي كيعرفوا شكون جا هذاك السيد في حاله سكر خدم ديك الجرافه وكان غادي يخسر لنا المحلات ديالنا لو كان ما كانش كما نقول حد ولد منطقة على القصب المصطلح كان غادي واحد الكارثة لا يحمد عقباه كيفاش السيد كان بحال السكر فارع سكنا كما نقول حنا كاو هاد السيد هذا شتي تركس رجع لنا البرارك ديالنا وكنت غادي نبدا منين بدينا نتغاوتو وخرجنا عيالاتنا وداك الشيء اش دار هو دور اتجاه ديال ديك الجرافة وخرج على برا طيح واحد القوس ديال داك المشروع غيتفاجئ بالعساس حاط تماك في الباركين ديالو السيارات دهاش خمسة السيارات دهاس الكاريطة ديال العساس ولو كما كان تدخل ديال رجال الأمن مشكورين ديال أناسي وديال المحافظ الإداري ديال المنظر الجميل لو كانت واحد الكارثة لا يحمد عقباه في الآخر هنا هو السيد كان واحد السكر فاط زعما كاوي السيد سكران بزاف فوق القياس والمشاكل ديال الشيء كامل ما عندوش معنا حنا مشكل ما عندوش معنا حنا كساكنين شي حاجة والمشكل اللي عنده عنده مع المشغل ديالو اللي خدام معاه الجرافه ديالو اللي هو خدام معاه هو اللي عنده شي مشكل انا كساكنه كنحمل مسؤوليه هاد السيد هذا من جهه الكونتاكت باش دار لنا هاد الحاله هذه اللي كنخدم حنا على وليداتنا هذا هو السؤال اللي عندي انا ما عندي شي حاجه اخرى كاين هاد السيد كنخدم حنا على وليداتنا وكنعرف بحاله لا يرسل بالنسبه للسياره ديال موالي وما يصيبو ما فهمتي كنرفصهم اليوم صراحه ولله وتركين فيديوهات راه مليوح شافوه الناس غير اللي بغيت نوصل لك انا انتم كصحافه هادشي اللي كنشوف انا دابا هادشي اللي كنشوف انا دابا راه السبب ديالو وهو مساعد جرافه ليس المقاول وليس المشروع وليس عليك الحمل المسؤوليه هو من جرافه على السرعه بوجه السرعه قالوا لكم تكونوا بسرعه الحارس ديالنا اللي مشكور اتصل برجال الامن حنا اتصلنا بالملحق الاداري ديالنا ديال المنظر الجميل بالزربه تم الاعتقال ديالو لو كنت تم الاعتقال ديالو غير تم غادي وخصو في عباد الله وخصو في الطوموبيلات وفي كل شيء الحاجه اللي عجبتني انا هو تم الايقاف ديالو بسرعه هنا في الباركين كنت تقريبا شي 200 طوموبيل هو 4 طوموبيلات اللي ضرب كون ما تمش الايقاف ديالو بسرعه راه علم الله فين غنوليو اولا كون ما كوقف الايقاف ديالو غادي حنا البرير فين كنسكنوا بهذا المصطلح العشوائيه كون خصنا حنا وليداتنا ولكن الحمد لله انا بعدا كنحمل مسؤوليه السلطه كنحمل المونتراكس من جهه ديك السيد ساروس هو مساعد ديالي